معك موسي بلابل محمد حاضر من ناد حاضر من عيسى حاضر العلوش راه في العرس شفتو انت في العرس لا واللي قال تراك تدرج عليه ولا واش لا يا سيدي لا راهي مونكي ياسر هذا يا اخي ساعات في طهاره ساعات في زرده ساعات في مسعود يهوى ربعه من الناس عام كامل هما معاه ويبقى ينادي عليه مسعود حاضر هدر اخويا هدر يرحم والديك حاضر اخي راني ديما معاك راني كنترولي في العالم ما نقدرش نروح برك راني نظام وتاويل وكنترولاج وفكر حاضر اخي راك تعرفني ديما هنا راك دير روطار ياسر في الهضره نتاعك واش راك تاكل في مكتب كوكايب شنو هي كوكايب شو ديك المقربه شو احنا دايرين اجتماع انت تاكل في كوكايب قل لا لا كوكايب مهمه نكمل الاجتماع تاعك يا سيدي خليني سقم روحك سبحان الله ما مقدور يسبي هذا جماعة ما يخفاش عليكم بلي هذه قريب عام ونص وحنا مترايسين على المزلش هذا بلدي ولازمنا ننضرب نتيجة زينة مفيدة للشعب ما يخفاش عليكم يا جماعة بلي ناس الدوار راهم يستنوا فيكم فارق الصبر ليه راهم يستنوا فيكم السي فارق الصبر على خطر عهدتهم وكي عهدتهم لازم توفيوا بالمثل نتاعكم درك ماذا بكم اللي عنده كي شي بروجي ولا حيه ولا يفهمنا قدام الملا باه نفهموا ندرسوا التوارث نتاعنا تفضل يا سيدي انا واللجنه نتاعي رانا قمنا بوحدة العملية وقررنا باللي القرية نتاعنا لازمها مدرسة ما يخفاكمش يا جماعة باللي كنا دوار وطلعنا بلدية ولهذا لازمنا مدرسة يكفيهم الولاد نتاعنا من الصرحة بعد الدراسة اللي قمنا بها يتقدرنا بحوالي 600 مليون شتاه 600 مليون هذا؟ فراح دير الصاروخ ولا يسر اما انا قلت له العلم ما نقراوش وي واش قلتوا لي قوم ديروا زين تاعش تاع الروينو شوف اسي كيفاش الروينو حاجه سهله كاع نديروها في الشاشي نديروها في الصناديق نبلعوها ضف للخارج واش قلت لك واش اللي توثق للخارج نتاع ما فهمتش الروينه شو ديك هذيك ديك الهضره وديك انت الخارج محتاجين النخله نتاعك باه انت توصل لهم الروينه هذه خليك يا راجل من هذه الهضره هذا واش بغيت دير حجر باه تسلك بهذا نو صانجينا الحديث هذا رانا في الريونيون تاع الكونسول ديسيبلين حنا وبالروينه الروينه تجيب الدوفيزه صاحبي دوفيزه سيرفو انت ها سيرفو انت غادي نقول لك حاجة وي ساعدني دير هذا المشروع نخرجوا غاية كاع على كل حال شنو نقول لك الفكرة ماهيش خايبة الله يسلمك مليحة ياسر الله يسلمك تشكر عليها على كل حال بون كيستيون بون كيستيون تاعك تهلاك تضحك انت كاش شيطان راه قبالك لا قالوا كل واحد يلزم حدو قاعدين تمسخروا حنا هذوك نرفع القصه هذه خلاص دايما عليا المهابيل انا مسخيط الضر وانا واحد الكوكاي واحد كذا واحد يبعث الروينه في الساشيات واحد مهبول واحد انا ما من هذا التفكير تاعكم لا بالله هذوك نرفع الجلسه هذه مازيش تعاود ها والله العظيم علاش تمسخر هذا راه مصير أمة احنا مجتمعين على مصير أمة ما ناش مستمعين احنا العاصقة صعبة بربوشة ولا عايش ولا نستهزاو بعضنا هي عيب علينا راه قلنا لك طالع السما واش خاصك تضحك انت راك ذر انت ديك اللون وديك اللون راه امانة في رقبتنا العلب ليس هادشي لا نمدو المثال بون اكزامبل ذا قدام الناس والملا يفهمنا باللي رانا
واللي قادرين نحلوا المشاكل تاع الناس. دوك يتفرجوا فينا هذوك الناس اللي يموتوا بالضحك، يقول لك هذا ذر، هذه ما ماهيش جلسه هذه. لا يا اخوان ما صرش بعد. لا هو دوك على كل كلمه تضحك انت دايرني كذا قوز مضحك. انا ليش مضحك يا اخي؟ انا راح مكلفتني امه، كلفتني امه باه نهضر عليها وباش نفكها من ظل هذا القرقه اللي راهي فيها. انا في قرقه، لازم تركوا سقموهم، لازم تريسيتي تدخل للديور، لازم الماء، لازم الضوء، لازم ليبيست، فهمت؟ اعطينا الجماعه غير الضحك والتمسخير وماكله والبوليتيك عليكم من هذا السوق هذا. تفضل. انا واللجنه حضرنا مشروع تربوي ترفيهي لولاد نتاعنا باش نربوهم ونثقفوهم، وعلى هذا قلنا نجيبوا كتب من الخارج. تاع اشهر الكتب اللي جيبهم؟ كتب ميكي، كيوي. مليحه هذه، مليحه غايه. بوباي وبيبيتو. شوف جيب لي كرباي وجيب لي ميكي وجيب لي كربيتو ومانيش عارف شنو. والله العظيم يدوخني هذا الانسان هذا. كبير خطره اخرى راني لو كان نسمع كلمه هذه راني نرفع الجلسه. جيب لي كرباي وجيب لي ميكي انت هنا.